مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم أبناء بلاد النهرين. من قدرها يأكل الجميع وأهلها يقولون نحن متعبون. محافظة ثرية ينخرها الفساد وتسوء فيها الخدمات. إنها البصرة التي أسمتها الحكومة بالعاصمة الاقتصادية، وحين نقول العاصمة الاقتصادية يتبادر إلى الذهن دبي. ما الذي عملته الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية لكي تحمل البصرة هذه التسمية؟ هل هنالك خطط لإعادة بنائها، إعادة إعمارها، ترتيب موانئها، شوارعها، جسورها، كي يأتي المستثمرون إليها؟ البصرة بين المشاكل السياسية ومشكلة الفساد عنوان حلقة هذا اليوم من برنامج حديث النهرين. وكما يقولون أهل البصرة أدرى بشعابها. لهذا معنا النائب مازن المازني من البصرة. مرحبا بك أستاذ مازن. أهلا وسهلا وحياك. ومن البصرة شيخ أحمد الصليط رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة. مرحبا بك شيخ. حياكم الله وحيا الله جميع مشاهديكم الكرام. قبل أن نبدأ لنشاهد هذا الاستطلاع الذي أعده زميل سعد قصي من البصرة. الفساد وصلنا إلى أسفل السافلين، خلانا الشعب الوحيد اللي يبكي على ماضية ويحزن على حاضرة. اليوم نقول البصرة كانت بال59، البصرة كانت بال40، البصرة كانت ونظهر صور ونظهرها بالقرن 21، نظهرها بالمظهر البائس اليائس. عموم مواطني البصرة شعروا بالفساد على أعلى المستويات، وبالتالي احتمال الحلقات الدنيا أيضاً أصابها كثير من الفساد. العملية مترابطة، وفعلاً الفساد يعم جميع مرافق السلطة بشقيها داخل محافظة البصرة، وبالتالي تعثر أداء هاتين السلطتين المهمتين في هذه المدينة المعطاء. لذلك يتطلب الأمر أن يصار إلى نسف الحالة الماضية والارتقاء بناس أكفاء مهنيين يؤدون رسالتهم لخدمة أبناء البصرة. رسالة المجلس السياسي اليوم الذي ينضوي تحته 16 كيان سياسي هي لكل أبناء البصرة ولكل مثقفيها ولكل أكاديميها وإلى مجلس المحافظة وإلى الحكومة الاتحادية. لابد أن نعبر إلى بر الأمان في محافظة البصرة بمحافظ جديد. منصب المحافظ منصب بتركة ثقيلة، يعني تركة الأموال، تركة الأمن، يعني طلب من عندنا أي محافظ أن يدعم من قبل الكتل السياسية. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. سعد مازن، يعني هذا الحزن الذي يعلو وجوه البصريين، هل تعتقد الآن التصاعد الدرامي للأحداث وصل إلى حد الامتلاء وما عاد أهل البصرة ممكن يسكتون؟ هذا ما أدى إلى ما حصل الآن في البصرة؟ نعم، يعني حقيقة نحن منذ أكثر من عام ونصف تقريبا شخصنا كثير من السلبيات في إدارة الحكومة المحلية في محافظة البصرة. طبعا واقعا نحن جزء من هذه الحكومة المحلية، وتم تشكيل هذه الحكومة يعني بالاتفاق بين الكتل السياسية في المحافظة، وتم التصويت على هذه الحكومة تقريبا بالأغلبية حسب ما أتذكر من أجل الارتقاء بمستوى المحافظة والعمل على رفع الحيف عن أبناء المحافظة طيلة السنوات السابقة، أو تعويضهم على أقل تقدير عن الذي خسروه في طيلة السنوات الماضية حتى لو قبل سقوط صدام، لأنه البصرة أكثر المحافظات تضررت أثناء الحرب بين العراق و الجمهورية الإسلامية. طيب بس من 2003 وبعدها اجتنا ايضا الحرب الاخرى، حرب الكويت، وبعدها اجتنا
هسه هاي الصحوه متاخره تعتبرها انت؟ واخر شيء القضايا، قضيه عندما تم استلام يعني الحكومه من قبل الجديد، خلينا نقول الشيعة، البصرة لم تجني أي ثمار، بالعكس من سيء إلى أسوأ. إحنا آخر شيء الحكومة المحلية اللي إحنا نقدر نقول شاهدين على تشكيلها وعملها، يعني كنا نتأمل خيرا، نتوقع خيرا، يعني كنا دائما في بداية الأمر نجلس على أقل تقدير مع المعني بالملف، وكان يعني يتكلمون عن وجود خطة استراتيجية للمشاريع، خطة استراتيجية للنهوض بواقع المحافظة، خطة تخص الخدمات، بناء المدارس، تنظيف الأنهار على الأرض، ماكو شيء، إعادة شط العرب إلى وضعه السابق، بناء المتنزهات، وماكو شيء، بناء مدينة جديدة للبصرة اللي هي حلم البصريين أنه تطلع بالقرب من الزبير، لكن لم نشهد أي شيء من هذا القبيل، كانت فقط أمنيات. يعني كانوا يتمنون وكنا نتمنى معهم أن يحدث هذا الموضوع. من باب تنوعد بي أحسن من التاكلة. بالضبط. خلي نشوف يعني الشيخ شيخ أحمد، المشكلة بالبصرة سياسية، مشكلة مسلحين، مشكلة عشائر، الخلل وين؟ من 2003 هسه تحكون، قبل مثلا 2004 و5 و6 و7 و8 النظام السابق وتركت النظام السابق، النظام السابق هسه ما فلوس خير من الله جت للبصرة، بها ميناء، بها نفط، بها كل شيء. من اذا خلينا نحسب حتى نكون منصفين، من 2008 لهسه المشكلة وين؟ سياسية، سياسيين يبوقون، حكومة تبوق، يا أهل يبوق، ليش البصرة واصلة إلى هذا المستوى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مجددا وعلى جميع مشاهديكم الكرام وضيفك الكريم، شكرا لكم على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن هذا الموضوع المؤلم وحقيقة المشجي. البصرة ليست يعني مختلفة عن بقية المحافظات، نفس الإشكاليات الموجودة في البصرة مش موجودة في غيرها، موجودة في العاصمة، موجودة في العراق كله، لكن البصرة اللي يميزها أنه البصرة هي تمول العراق، هي أم الخير، وكان المفروض يكون لها اهتمام خاص ويكون لها واقع خاص وتشريعات خاصة، هذا لم يحصل مع الأسف. يتم التعامل مع البصرة كما يتم التعامل مع أي محافظة أخرى لا تعطي للعراق درهم واحد. والفوضى عموما في العراق بعد 2003 دبت فوضى كبيرة جدا فيما يتعلق بالقرار. اليوم لو تسأل من يملك القرار لا يجيب أحد، لا أحد يعني يمتلك القرار. البارحة شفنا يعني كمثال على هذا الموضوع حقيقة، نسمع تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء يقول ليس لدينا نية في إلغاء البترودولار، في حين قبل فترة صادق مجلس الوزراء على مقترح تعديل قانون الموازنة ورفع إلى مجلس النواب وقرأ قراءة أولى وثانية، وكان طبعا التعديل يتضمن إلغاء البترودولار، وتم بالفعل إلغاء البترودولار وتم التصويت عليه وانتهى الموضوع، والبارحة السيد رئيس مجلس الوزراء يقول ليس لدينا نية لإلغاء البترودولار. يعني إذا كانت الحكومة تعمل بهذه الطريقة، يعني سيد رئيس مجلس الوزراء لا يعلم أنه ألغى البترودولار بالفعل من خلال التعديل الثاني لقانون الموازنة، يعني هذا التعديل ليس الثاني، التعديل الأول على قانون الموازنة اللي هو في نهاية الشهر السابع. وهكذا الحال في كثير من التشريعات اللي مع الأسف سلبت الحكومات المحلية، يعني هو البترودولار شيخنا، هو البترودولار المشكلة، يعني البصرة ما تجيها واردات عدا البترودولار، خلينا نشيل نقول البصرة ولا دينار، ولا دينار واحد استلمت المحافظة هذه السنة. وهذه هي المشكلة الحقيقية، واحدة من المشاكل، أنا لا أقول هي مشاكلنا كثيرة معقدة، ومن المشاكل أيضا منظومة الفساد.
يعني حتى الفتات الذي تحصل عليه البصرة مع الأسف لا يتم توظيفه كما ينبغي وفي صرف إشكاليات، ويعني كثير من المشاريع التي نفذت بشكل سيء. لكن هذا لا يعني أنه لم يحصل شيء، حصل ولكنه ليس بمستوى الطموح ولا يمثل حتى الحد الأدنى من طموحات الشعب البصري. مشكلتها سياسية في البصرة، خلينا عوفك واحدة من المشاكل السياسية. شو تسوي يعني اليوم مع الأسف التقاطعات السياسية من أجل الحصول على أكبر المكاسب تدفع الأحزاب فيما بينها يعني للتنافس أحيانا غير الشريف، وهذا التنافس على المكاسب وعلى السلطة يضعف مفاصل إدارة الدولة. يعني مثلا تشوف حزب معين وبحسب الاتفاق يصر على أن يصعد محافظ أو مسؤول هنا أو هناك، هو مو كفو ولا قادر على إدارة الملفات اللي بإيده، لكن هم بعد هاي مشكلتهم أنه ما يطبقون موضوع ليس من التعصب أن تحب قومك، ولكن التعصب أن تجعل شرار قومك أفضل من خيار غيرهم. فهو عندهم شرير قومهم حتى لو كان مو خوش آدمي، لكن بعد يقدمونه لأنه من حزبهم. هذه واحدة من الإشكاليات الموجودة اللي صعدت غير الكفوئين لإدارة الدولة، وبالتالي يعني سببوا مشاكل كثيرة. والحد الآن يعني إحنا نريد نصنع رجالات لهذه الدولة لقيادة هذه الدولة، ولكننا نفاجأ بين الحين والآخر أننا لا نملك يعني هذه الخبرات وهذه الرجالات المتراكمة. يعني يوميا متغير شخص، وحتى تشوف دول المحافظين وين محافظي البصرة اليوم. احنا في مجال الترشيح يعني نريد كفاءات أو خبرات متراكمة حتى يكونوا المؤهلين لقيادة المرحلة القادمة. يعني تعرفوا صحيح اكو ناس عندها كفاءات، اكو احد يخليه يشتغل يعني منصر. حتى لو شيخ، حتى لو جبت واحد كفو، المفاصل الاخرى ما تعيق شغله؟ هذه واحدة من الاشكاليات. يعني اليوم المحافظ اللي يريد يجي لازم يتعامل مع نواب اثنين كل واحد من كتلة سياسية، ويتعامل مع مجلس المحافظة بكتل مختلفة، ويتعامل مع مدراء دوائر كل واحد من كتلة، وبالتالي مرة هذا مستقل بكتلته ولا يطبق توجيهات المحافظ ويطبق فقط اللي عجبه هو. كيف يمكن للمحافظ مثلا أن يطبق البرنامج ماله؟ أو قد يكون المحافظ أحيانا يحاول يجبر مدراء الدوائر على أشياء هي مخالفة وغير صحيحة ولا تثمر وغير مجدية، ولكنه يستقوي عليهم مثلا بواقع معين. هذه الإشكال، واحدة من الإشكاليات السياسية الموجودة، لأنه لا يوجد مؤسسات حقيقية لا حزبية ولا مؤسسات دولة حقيقية أيضا. كل ما يجي مسؤول يجير الدائرة يسويها دكان ويجيب حواشية وأتباعه وإلى آخره، ويجيبهم ويصير دكاكين لهذا الحزب أو ذاك. وبالتالي وتقسم الواردات أيضا ما بين القوى التابعة والمتناغمة مع هذا التيار، صح؟ هو طبعا أكيد يعني إذا كان هناك ما يسمى بالتوافق اللي بين قوسين هو تواطؤ بالحقيقة، يعني على اغتنام وعلى اقتسام ما موجود. أنت اليوم يعني أكاد أقول بضرس قاطع وأجزم أنه ماكو مشروع يحال سواء كان في البصرة أو في غيرها من المحافظات أو في العراق عموما. الأعم الأغلب المشاريع التي تحال فيها اتفاقات، هذا المشروع للشركة الفلانية وهذه الشركة الفلانية. طيب هسه احنا دخلنا، هسه احنا دخلنا بالجديات، وما دام تحضر النائب مازن خلينا نروح بفاصل استراحة، حتى لأنه كتب هواي أشياء حتى يسمعوا أهل البصرة. أعزائي المشاهدين فاصل وأعود إليكم. ما أن تخرج من أزمة حتى تدخل بأخرى، هكذا هو حال البصرة التي لم تعرف الاستقرار الأمني والسياسي، وكأن الثروات التي في باطن أرضها وحتى ما فوقها باتت نقمة لا نعمة على أهلها بسبب صراع الأحزاب الواضح على مغانمها بحسب مراقبين. هذه الأحزاب تعمل لمصالح شخصية، إن كانت هذه الأحزاب إسلامية وغير إسلامية، وفي البصرة بعض الأحزاب تاجرت بالدين وأثرت حتى على رجالات الدين.
وبدد الفساد أموالا كثيرة وصلت إلى البصرة على مر السنوات الماضية في ظل فشل الحكومات المتعاقبة بإدارة الموازنات، لهذا ظل سكانها يعانون من غياب الخدمات وإن رضوا بهذا وتجرعوا مره، لكن ما لم يتجرعوه شربهم للماء المالح. احنا نريد نوصل رسالة يا عمي يا محافظة، اعلنها قدام الناس، بوقوا حلال عليكم، بوقوا اخذوا نفط البصرة، اعطونا بس ماي. سلامة السياسيين كل شيء زين عندهم بالبصرة، ماي كهرباء بوق نهب كل شيء موجود بالبصرة. وبسبب فضائح الفساد فإن البصرة حاليا بلا محافظ ورئيس مجلس محافظة، فصباح البزون يقبع بالسجن لأنه مطلوب بثلاثة قضايا فساد. أما ماجد النصراوي فقد غادر العراق خلسة بعد تقديم استقالته برغم عدم اكتمال التحقيقات معه بشبهات الفساد. ملفات الفساد والفضائح التي نخرت هذه الساحة ونخرت هرم الحكومة المحلية في البصرة، عندنا رئيس مجلس والآن هو موجود في يعني في الاعتقال، وعندنا محافظ هارب من وجه العدالة الآن، فشون تريد يصير وضع البصرة؟ وينتظر البصرة حاليا صراع جديد سيشعله منصب المحافظ بين الأحزاب التي تظهر شيئا وتضمر شيئا آخر، فحديثها عن اختيار شخصية مستقلة كلام لا أكثر طبقا لأعضاء في مجلس المحافظة. استقبال طلبات الترشيح صيغة صورية، الأمور في البصرة ما تدار هكذا، تدار في كواليس السياسيين اللي هي يعني الطريقة اللي أنتجت هذا الوضع الموجود الآن. الطريقة السابقة الحوارات خلف الكواليس أو في الغرف المظلمة أو خارج الحدود. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. سيد مازن، أريد نعرف منك هسه معلومة، محافظ البصرة ثابت عليه تهم الفساد، وشون انهزم ومنو هزمه؟ يعني أكيد من يثبت هذا الموضوع يعني ثبوته من عدمه هو القضاء العراقي، ولكن جميع المؤشرات المتوفرة لدينا شخصيا والتي قدمت بطبيعة الحال إلى الجهات الرقابية والقضائية والسيد عمار الحكيم أيضا توحي بأن هناك ملفات يعني فساد. أنا شخصيا مقتنع 100% بهذا الموضوع، بس بقت السلسلة القضائية لازم تأخذ مجراها في عملية التحقيق، واعتقد القضاء بدأ من الأدنى فالأعلى، يعني بدأ من موظفين في ديوان المحافظة وتم اعتقالهم، وبعد ذلك المقاولين أصحاب المشاريع، وبعد ذلك ابن المحافظ شخصيا، لأنه يعني هو اللي كان الواسطة بين المحافظ وبين والده وبين المقاول من جهة أخرى، وبالتالي دق جرس الإنذار هنا. أكيد هو مو بوحده، أكو من كان يسنده ومن كان يعني يوفر له القطاع المالي والقطاع التعامل مع هاي الشخصيات، فطلعوا خارج العراق وانتهت. يعني أنت من البصرة شنو معلوماتك؟ أنا أسألك كمواطن أنت؟ يعني أنا من أسألف لك كمواطن، المواطن ما يدري، المواطن رجال ما عدى علم بهذا الموضوع، بس أنا خلنا أسألف لك كمسؤول حتى يكون واقعي وياك. المواطن اليوم يطلع من الصبح موظف بالدائرة يداوم من الساعة 8 للساعة 2 يرجع خوش، ينتظر هذا الشهر ياخذ راتبه زين، أو اللي ما عدى تعيين يشتغل بالأمور الخاصة، بس إحنا كمسؤولين لدينا قناعة بهذا الموضوع ومنتهين من عدى نقطة راس سطر. الملفات اللي سكتنا عنها لا ما سكتنا عنها، لو احنا بيها لو احنا بيها بالإعلام بالمحطات أو القنوات الرسمية، القنوات الرسمية وصلناها للقنوات الرسمية زين، سولفنا ويا الكل، سولفنا ويا الكل بهذا الموضوع. كان اكو لكن شنو المشكلة، شنو مشكلة البصرة بالتحديد؟ مشكلة البصرة بالتحديد اليوم اجت كتلة سياسية معينة صدت للمحافظة، باعتبار اليوم صار المحافظ تابع إلى كتلة سياسية
معينة. كل المحافظ أول نقطة أول نقطة يتخذها المحافظ عندما يتصدى لإدارة المحافظة يكون يوفر له عدد كافي في مجلس المحافظة حتى يمرر القرارات. يعني مثلا كتلته 6 أو 5 لازم يصير شنو 10 أو 11 ويتحالف مع كتلة ثانية حتى هنا يضمن شنو المحافظة تمشي بالاتجاه الصحيح. الكتل البقية شنو راح يكون دورها هنا؟ دورها معارضة. يعني احنا العراق ما نجحت عندنا المعارضة ابد. لا شنو دوره؟ يعني اذا كان معارض فلح يروح بالرجلين. فيبقى شنو هو؟ ايه؟ مرة يهادن ويجي ويقعد ويسولف ومرة شنو يعترض. هذا السياق الماشي عندنا احنا بالعراق وبالبصرة بالتحديد. لذلك اصبحت محافظة البصرة طيلة السنوات السابقة تدار بهذه الشاكلة. في الفترة الاولى لعمر المحافظة كانت هناك يعني نقدر نقول إشراف مباشر على المحافظ من قبل الكتلة اللي ينتمي لها، ولكن عندما عصفت المشاكل بالمحافظة بين المحافظ وبين الكتلة السياسية التي ينتمي إليها هنا بدأت المشاكل تطفو على يعني وصارت عندها مشكلة ويا المجلس الأعلى من كان. نعم صارت مشكلة ومشكلة كبيرة. شنو هي المشكلة اللي صارت؟ يعني احنا ما نريد ندخل بالامور الداخليه اكيد هم اعلم بها، واخر شيء يعني سيد عمار اعلن بانه هذه الملفات وصلت له واحالها الهيئه النزاهه، وتعال يا دكتور حسن الياسري حقق بهاي الملفات خلال شهر خلال شهرين وانطينا النتيجه وحتى نعرف المحافظ فاسد لو مو فاسد. هذا كل الشعب العراقي يعرفه، ما يحتاج نعيده مره ثانيه ونكررها. بعد ذلك القضاء انتبه الى بعض الأمور أو إجا توجيه من بغداد بأنه القضاء يشدد على الملفات الموجودة بداخل المحافظة. زين. وشفنا كثير من المذكرات صدرت على هواي من موظفين وتم التحقيق وياهم. زين هو شلون انهزم؟ من ساعده؟ هاي النتيجة. من ساعده على الهزيمة؟ يعني أنا حسب معلوماتي أنه قبل أسبوعين أو ثلاثة هو الرجل التقى هواي شخصيات بصرية زين واستشارهم على وضع المحافظة، قال لهم أنا عندي ملفات زين. هو هم كان رجل يتكلم ويلوح بوجود ملفات فساد الشخصيات، يعني هو هم عنده في بغداد وشخصيات في البصرة زين، وكان يقول دائما أنا أمتلك الدليل زين، أنا عندي دليل على فلان الفلاني عليه هذا الملف زين. أنت هسه دبلوماسي، أكمل لك. انت هسه دبلوماسي هسه خلينا نشوف الشيخ احمد. ما زل مو دبلوماسي، بس خليني اكمل لك الفكره وتريده تاخذه من عندي وبسهوله. زين هذه الملفات اللي عندك قال انا راح اسولف بيها واطلعها واحكي بيها خوش، بس اخاف. اكثر النصائح اللي جت من شخصيات البصري انا اللي سمعتهم قالوا له انت بالنسبه لك كل الملفات اللي عندك الآن إذا أعلنتها وتم التحقيق بها أنت راح تبرئ نفسك زين. لأنه أنت بنفس الوقت متهم بشنو بكثير من هذه الملفات، وملفاتك طلعت خوش يعني راحت للنزاهة وراحت للقضاء زين. للقضاء. إذن أنت ليش ما حكيت بهاي الملفات اللي عندك على فلان وفلان قبل أن يطلعون عليك أنت ملفاتك زين؟ فبقت الامور تدور بهذا المنوال، الدجاجه من البيضه والبيضه من زين. الشيخ الدجاجة. احمد شو يقول؟ الشيخ احمد شو تقول؟ من اللي هرب المحافظ وشلون هرب؟ اخي العزيز، يعني هذا الموضوع كل اللي جاي يصير بالمحافظه الان هو كل نتيجه مشروع شراء الطاقه. هذا المشروع اللي كان مقترح بالبداية أنه يشترون طاقة ب 850 مليار دينار في ظل إحنا ما عندنا ولا دينار زين. وكان لو صاير هذا الموضوع لرهنت البصرة 6-7 سنوات ما تقدر تسدد فقط المشروع شراء الطاقة بقضية إحنا أساسا ما يعني نقدر يعني نجد بدائل ونتغلب على بعض مشاكلها بعيدا عن هذا المبلغ زين. على كل حال وصارت الخلافات على هذا الموضوع أنه نحيله أو ما نحيله، واختلافات بين كتل سياسية
بعدين رادوا يصفون أحد الأطراف اللي هو رئيس المجلس، أشعلوا النار تحته ولكن النار توسعت والتهمت الجميع. يعني ما قدروا يسيطرون على النار اللي هم شعلوها. وما أريد أسمي الأسماء بعد هنا وأذكر من هو فلان وفلان، لكن أنا فقط أذكر إلى ما أذكر ما أشار إليه هو نفس السيد المحافظ قبل استقالته في مؤتمر صحفي، وقال عندي 5 CDs أنا مجهزها خاف استشهد، يعني حسب قوله. فأنا ضامة عدة طرف معين. وحسب معلوماتي أنه أرسل هاي الوثائق أيضا ورقية إلى أطراف محددة ومعينة، وترتب عليها آثار هذه الأوراق التي أرسلت. وطبعا يعني ابتدت الأمور وتوسعت حتى وصلنا إلى هذا المستوى. ولدينا تفاصيل كثيرة ليس محلها الآن. لكن هذا الملف الأخير اللي الآن جاي يصير بكلام أن هذا موضوع 14 وثيقة مال الكوميشنات اللي هي بها مجموعة موظفين قريبين من المحافظ اللي هو سكرتيره أو بعض مرافقيه أو ابنه. يا أخي هذا واحد من عشرات الملفات اللي احنا طرحنا 65 ملف. أكو ورا ما طرحنا احنا الاستجواب وال65 ملف، أيضا أكو ملفات أخرى استجدت. يعني احنا طرحنا بالتاسع سنة 15، من التاسع 15 وطمع يعني والفترة الأخرى أيضا هناك ملفات أخرى استجدت، لكن مع الأسف لم يستمع أحد، وكان هناك غض نظر ويعني مجاملة وإلى آخره. وصلنا إلى هذا اليوم. والله هذا عنده ملف منظور من قبلي. يا أخي هذا ملف واحد، هذا ملف واحد، تعالوا فتحوا ملفاته بعد لا تزال قائمة، خلي نفتح كل الملفات. اليوم هذا ملف ومفتوح أيضا ملف إيجيز ومفتوح ملف الانترناشنال، أو ملفات يعني جدا قليلة أمام القضاء منظورة. لكن يا أخي أكو عشرات الملفات الأخرى. ليه احتشونا بيها موجودة، احنا نشرنا في قضية 65، احنا نشرناها موجودة على الانترنت الآن. لا تبحث استجواب المحافظ تلقى الأسئلة موجودة كلها على الانترنت، وموجودة ملفاتها. واحنا كتبنا كتاب إلى النزاعة من شهر التاسع سنة 2015 وحولنا إلى الملفات. صحيح ما دزيناها كلها بالكامل، دزينا بعضها، لكن هم أساسا يعني ما تابعوا كل التفاصيل النزاع في هذا الموضوع. لكن في الفترة الأخيرة لمسنا جدية، يا ريت تبنى على هذه الجدية في متابعة كل الملفات وليس ملف، أو الآن بحجة أن المحافظ ذهب لازم نغلق هذه الملفات. لا، خلي تبقى تستمر هذه الملفات وتفتح بأجمعها، وممكن استعادة أي شخص مدان سواء كان المحافظ أو غيره استعادته بحسب المعاهدات والقوانين الموجودة. شنو قصة ملف مياه الأمطار شيخ؟ هذا موضوع واحد يمكن ما يسوى شيء أمام ملفات أخرى كثيرة يعني بها مئات المليارات. مثل يعني مثل هو في سنة 2014 للعلم يعني صرف 2000 مليار. طيب 2000 مليار صرف في سنة 2014، فلك أن تتصور يعني حجم هذه المبالغ قد المخالفات التي وقعت فيها. أعزائي المشاهدين فاصل آخر وأدري. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أستاذ مازن، أنت تريد تكمل موضوع الطاقة؟ نعم. وأنا أريد أسأل بموضوع آخر أيضا. تفضل. يعني أكثر الكلام اللي ذكر الشيخ الصليطي طبعا هو كلام واقعي، ونفس الفكرة الموجودة عندي الفكرة الموجودة عنده، وهي فعلا هو الموضوع كان يدار بهكذا الطريقة وهاي المشاكل كانت موجودة. يعني مثلا اليوم اقتصر الموضوع على المحافظ هرب وأعضاء مجلس المحافظة ينتظرون محافظ جديد أفضل مما كان يتوقع. شنو مشروع شراء الطاقة؟ لأن هذا مشروع شراء الطاقة كان فرد قنبلة موقوتة، مجرد أنه يتوقع هذا المشروع المحافظة البصرة راح تبقى مرهونة إلى 10 سنين. زي من هو المستفيد من هذا المشروع؟ المستفيد من وراء هذا المشروع يعني أغلب الشخصيات الموجودة بداخل المحافظة واللي هي الآن متهمة، وأتصور يعني راح يوصل دورها بمن؟ بالتحقيق. زين. أنا أتوقع هاي الأيام يعني مو طويلة. زين. يعني هي كانت متورطة وكانت متنفذة في نفس الوقت. متورطة ومتنفذة في
هذا الموضوع مو متنفذة لأن عندها قوة وعندها شجاعة وهاي، بس متنفذة لأنه التوقيع يمه. واللي وقع اليوم يصير له شنو؟ يصير له قرار بداخل المحافظة. زين أريد أسألك سؤال. مع العلم إنه هي هذه الشخصيات سياسياً أنا أشوفها أفلست، ولكن بقت شنو؟ بقت داير ما داير القرار، لأنها كانت تشرف على هذا الملف طيلة السنوات السابقة. كم سلطة بالبصرة؟ وأي السلطات أقوى؟ السلطة التشريعية وال. التنفيذية هاي الرسمية، هاي الرسمية اللي ضمن بنية الدولة. والسلطة الرابعة أنتم الإعلام. عفنا احنا ما لك علاقة فينا. السلطات الأخرى اللي عندها سلاح، اللي عندها قدرة أن تسوي الأشياء والحكومة ما تقدر لها، كم سلطة؟ إيش قد المخدرات الآن موجودة بالبصرة؟ نعم. هذه السلطات الأخرى المسلحة على مستوى عشائر، على مستوى مسلحين، هذه إيش قد عندها قدرة يعني أيضاً على المساهمة في الفساد؟ يعني أعتقد إنه موضوع المخدرات موضوع مؤلم جداً. وهذا الموضوع اللي لحد هذه اللحظة ما نوضع له أي حد، مع العلم إنه إحنا ناقشناه في مجلس النواب في جلسة علنية. ووصلنا كثير من التقارير الى من رئيس الوزراء والى وزير الداخليه. اكو حد يستفيد وما يقبل يحل هاي المشكله؟ يعني اللي يقدر يحل هاي المشكله فقط هو الجانب الامني، سواء كانت قياده الشرطه او الاجهزه الاخرى المرتبطه بها. ولكن لحد هذه اللحظه هي غير قادره على. ليش ليش تعتقد الامساك بهذا الملف؟ ليش تعتقد؟ يعني اكو ضعف بالجانب الامني واضح في محافظه وأكو البصره، قوة وهذا مؤشر، واكو قوه بالتجار ايضا، واكو قوه اخرى مثل ما قلت، وهي اكيد متنفذه، مره متنفذه لانه هي قديمه وخبيره بهذا الموضوع، ومره لا يعني نسقت مع بعض الشخصيات في المحافظه مع بعض، لربما البعض منها عنده علاقه حتى مع بعض الفصائل المسلحه الموجوده بداخل المحافظه. واخذ منها شنو؟ فرض قطاع من أجل التهريب ودخول المخدرات والمتاجرة بهذا الموضوع. ولكن يعني الشرطة يقدر يوقف فصيل مسلح صاعد بسيارة ما بها أرقام؟ ما يقدر الضابط يقدر يسويها؟ الشرطي الآن دوره بالسيطرة ما يقدر على هاي الأمور أبداً على الإطلاق. أبداً على الإطلاق ما يقدر على هذه الأمور. بس شنو الشيء اللي أرد أوصل له بهذا الموضوع؟ إحنا اليوم إذا كانت عندنا قوة أمنية داخل المحافظة موجودة وأجهزة أمنية تقدر تحقق وتقدر تمسك الحدود، ما كان دخلت هاي هذه المخدرات إلى محافظة البصرة. واللي على الأرض شنو الحقيقي؟ شنو تقصد؟ يعني أنت هسه تقول لو عندنا هذا تندرج بباب الأمنيات طبعاً، اللو مالتك طبعاً، بس الواقع اللي على الأرض هو مجموعة مسلحين، أحزاب عندها سلاح، العشائر عندها سلاح، وبالتالي أنت موقف شرطي وخواته جايبة شرطي هسه إذا يطلع هم من مثلا من التمايمة، هم إذا أحد فات من التمايمة هم يسكته ما يقدر يحكي. أنت ترى بالنسبة للشرطي، هو الشرطي وراء مؤسسة وراء يعني عنوان كبير يعمل تحت مظلته، يقدر يسوي طبعا يقدر. شلون ما يقدر؟ انت اليوم انت ليش جبت لي بس الشرطي وزغرته قدامي؟ انت قل لي المؤسسه اللي انتمي لها الشرطه شنو من المؤسسه؟ عندها قدره على الاعتقال، عندها قدره على المراقبه، عندها قدره من على صارت الحمله على السلاح، من صارت الحمله على السلاح قدروا يجمعون اسلحه القوه. السلاح ماكو يعني اسهل من جمعه السلاح، جمعات الحكومة ماكو أسهل من جمعة، لأن هسه السلاح موجود بكل البيوت باعتبار عندنا حرب مع داعش، فالسلاح موجود ومنتشر، وأي ساعة تقدر تطلع الحكومة تقدر تجيب سلاح مختلف. الحكومة التنفيذية تقدر تروح تجمع السلاح من العشائر ومن الأحزاب؟ مو شغلها الحكومة التنفيذية، الحكومة مو شغلها تجمع سلاح، الحكومة الشرطة الجيش اللي موجودين ضمن الحكومة، الأدوات التنفيذية. نعم طلعة واحدة لقيادة العمليات أو لقيادة الشرطة في أحد أقضية البصرة ممكن إنه يجيب السلاح اللي يريده، بس من هو السلاح اللي راح يجيبه؟ سلاح من راح يجيبه؟ راح يجيبه تابع للفصائل المسلحة. يعني بس يطلع من القرن لحد ما يوصل لقيادة العمليات يجي له 5-6 تليفونات هذا السلاح عائد إنه، وممكن يتبوب بأي طريقة كانت. هذا الموضوع من تين عنده، احنا ما نبحث عن هذا الموضوع. لا احنا لازم نبحث عن هذا اليوم الموضوع. السبب الأمن شنو؟ شلون يصير أمن؟ إذا أنت كلها عندها سلاح شلون يصير أمن؟ أنت إذا تتناقشني بقضية المخدرات، فقضية المخدرات إذا ما تمسك
بالحدود والتجار الرئيسيين الموجودين بداخل المحافظة تمسك بهم وباللي وراهم ما تقدر تقضي على ملف المخدرات على الإطلاق. وإذا تحكي لي على القضايا النزاعات العشائرية والمشاكل العشائرية والتجاوز على المنافذ الحدودية، أي أنا أجي وياك وأقول لك صحيح لازم السلاح يكون بيد الدولة ولازم الفصائل الموجودة بداخل المحافظة تمنع رفع السلاح إلا بالمعارك، يعني وين؟ بالمحافظات الساخنة في قتال مع داعش. شيخ أحمد، ميناء البصرة اشقد الحكومة مستفيدة من وارداته بالمية؟ اشقد تتوقع؟ يعني الموانئ بها إيرادات كبيرة موانئ البصرة، ولكن هي أقل من اللي مفروض أن تحصل عليه. يعني مثلا اشقد؟ يعني 60% 50%. ما هو كائن ما هو كائن أقل مما ينبغي أن يكون كما يقال. اشقد؟ السبب شنو؟ السبب هو الفوضى، الفوضى في إدارة المنافذ والفوضى في إدارة الموانئ يعني. وعدم استخدام تقنيات حديثة ويعني التكنولوجيا المتطورة في إدارة هذه الموانئ لأسباب هم يردونها تبقى هكذا. من هم يا؟ لأنه اليوم البضائع طبعا المستفيدين من هذا الموضوع يعني بيع العملة، تاجر يبيع له عملة على مود يجيب بضائع، مع الأسف ما يحاسبون هاي العملة اللي اشتريتها أنت كلها جبت بيها بضائع، والبضاعة اللي تساوي هاي الفلوس اللي أنت أخذتها اشتريتها من البنك المركزي مثلا. مثلا نوع البضاعة تتغير، سعر البضاعة يتغير، وما كل جان إعادة تقييم للأسعار، وهذا موجود في قانون الجمارك. هناك بضائع تخرج بدون إجراءات، هناك بعض البضائع تدخل بحجة أنها لمؤسسات دولة فتعفى من الرسوم وما إلى ذلك، وهي ليست كذلك. وبعضها أكو شركات أساسا تعمل عند الدولة وتدخل بضائع لشركات أخرى مو إلها، أو تدخل كميات أكبر من المطلوبة في المشاريع اللي تنفذها، وغير ذلك من وجوه الفساد الموجودة داخل الموانئ والمنافذ بشكل عام. وفي الفترة الأخيرة كان هناك حراك لمعالجة بعض هذه الأمور، ولكن بالتأكيد أكو فساد في هذا الجانب. طيب، لكن تعقيب فقط بسيط على موضوع المخدرات، يعني اليوم المخدرات أكو فصل بين المخدرات وبين بعض الأنواع اللي يتم تعاطيها داخل المحافظة وتصنع داخل المحافظة. كثير من الشباب يعني مع الأسف احنا هم يعني انا جوز اختلف مع اخي سعد مازن في اسباب، يعني مو فقط الجانب الامني اللي مسؤول عن هذا الموضوع، لا منظومتنا كلها القيمية، البيت، المدرسة، المؤسسة الدينية، المجتمع بشكل عام، مؤسسات المجتمع المدني، الدولة، كلها معنية بان تقضي على هذه الظاهرة. ليش هذا الشاب توجه بهذا الاتجاه؟ البطالة، العجز، المشاكل السياسية، المشاكل الاجتماعية، الاقتصادية، كلها تلقي بظلالها على هذا الملف. وبالتالي يجب أن نبحث في الأسباب ونعالج المشكلة. هذه المواد اللي جاي تصنع الآن من أدوية يعاد تصنيعها وهي رخيصة الثمن ويتعاطونها الشباب مع الأسف في هذه الموضوع. أما المخدرات في ترانزيت البصرة تمر عادة عن طريق البصرة إلى دول أخرى، ما يتم يعني استهلاكها داخل المحافظة، وإن كان هذا بحد ذاته أيضا ظاهرة خطيرة يجب أن تعالج. سعد مازن، ايش قد الحكومة تحصل من الموانئ؟ انا تقييمي 60%. و40% وين تروح؟ يروح الجيوب المتورطين والفاسدين. وهذا الموضوع بصراحة يشكل مصدر قلق. وانا اتصور وصلت تقارير كاملة للحكومة، والسيد العبادي انا المعلومات اللي عندي عنده علم بهذا الموضوع وتكلم عدة مرات هذا الأمر. لا بل نحن كأعضاء مجلس النواب حتى هم وصلنا خبر حتى للمرجعية الدينية في النجف الأشرف وسماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله، والرجل هم كلف بعض الأخوة لمتابعة هذا الموضوع. وفعلا جرى تحقيق في المحافظات وجاءت رفع تقارير بين فترة وأخرى حول هذا الموضوع. وأتصور أن وجدت بعض العلاجات. يعني أنا قبل يومين أو ثلاثة أحد الأخوة يعني اتصل بي تليفونيا قال ألف رحمة على والديكم بعد لا تسولفون على قضية المنافذ. قلت له ليش؟ لأن قال كل نص ساعة الطب 15 أو 16 مسلحة للمكان الفلاني وكلهم إسوات وكلهم كذا وكلهم تحقيق وياخذون جاي يحققون. يعني أكو علاجات.
يعني الكلام جاي يجيب نتيجة باعتبار شنو جاي تصير هناك مراقبة. بقت شنو الدور؟ دور المفتش العام، دور النزاهة يعني بالسيطرة على هذا الموضوع. طبعا كل الأمور اللي تمنع الفساد احنا ذكرناها وسولفنا بيها، بس للأسف الشديد علاجاتها جدا بطيئة. ليش؟ يعني مثلا انت اليوم بالمنفذ الفلاني الشمالي او الجنوبي او الوسط او اي منفذ معين، بنجيب لك موظف يمسك القمرق مالت هذا المنفذ، تجيبه منين؟ تجيبه مثلا نقول من بغداد او من ذيك الواجهة، وتخليه داخل البصرة على مود يستلم هذا الملف. أسألك بالله، هو هذا الموظف من يجي قد يستلم راتب؟ خلي يستلم له 750. تروح تبحث عن وضعية هذا الموظف اللي اجى من هاي المحافظة، راح تلقاه قاعد بشراتون حاجز للسويت. راح تطلع برا من يريد الصبح يطلع للدوام، راح تلقاه صاعد سيارة برادو. راح تلقى شو اسمه الأكل مالته متفق وياه مطعم مريم او ويا منا وباشي. انت هسه يعني بس مجرد حسابك بالصرفيات مالته راح تلقى انه هذا ما يشتغل باتجاه الصحيح. عزام شادي، فاصل اخير وعد لك. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في الجزء الاخير. استاذ مازن، هسه انت قلت 40%، نقدر نفصل هاي ال 40% وين تروح ووين تروح؟ نعم. اي بعض البضائع الممنوعه اللي تدخل الى محافظه البصره وللمحافظات ما حد يقدر شنو يدخلها ويكمل اجراءاتها الا مثلا نقول الشخص الفلاني والشخص الفلاني. زين. التابع شنو او المسنود من شنو؟ من الفصيل الفلاني. وبالتالي التجار وين راح يلتجئون؟ ما راح يلتجئون للقمارق او الى المنافذ او الى المخلص القمرقي، يلتجئون لمن؟ فصيل المسلح. لهذا الشخص، لهذا الشخص على مود شنو يكمل لهم اجراءات البضاعه. طبعا انا تكلمت ويا الاخ رئيس هيئه الحج الشعبي في محافظه البصره. قلت له هذا الموضوع جاي يصير بهالاتجاه، واكو شخصيات موجوده جاي تشوه سمعه الفصائل وسمعة الحشيد، والمفروض شنو؟ المفروض تضعوا له حد. هو الرجل قال انا شنو تريدني اسوي؟ اطرد؟ قال حتى لو اطرد ما راح اسوي شيء، لانه هو اصلا مو من حزبي، يعني مو من فصيل، وانما تابع لمن؟ لمن؟ الفصيل معين موجود في بغداد، مو بالضروره شنو؟ يسمع من عدي او انه العقوبه مالتي راح تكون راد عائله. لذلك احنا شنو ناكد؟ ناكد على انه سلطه الحكومه والسلطه الامنيه لازم تكون هي الفاعله. واكو بعض الكرفانات وبعض الدكاكين الموجوده في وين؟ بهاي المكانات وبهاي المنافذ او بالموانئ. المفروض هاي تطلع على بكره ابيها. هسه انت قلت هاي فصائل مسلحه لها حصه، بعديها لها حصه بهاي الفلوس ال 40%. يعني انا اتصور هذا الاعم الاغلب. زين. هسه اكو ناس من ناخذ اكو ما، يعني الاعم الاغلب لفصائل مسلحه. بالضبط. اها بالضبط. ورادوا يحطون عده مرات كرفانات وتجري عمليات تفتيش وتجري كذا. ووحده من الشكاوى انا نقلت الرئيس الوزراء شخصيا، واحمل رسائل بالموبايل للسيد رئيس الوزراء، وبقت تم اتخاذ اجراء وتم ارسال قوه الى المكانات المعنيه، وتم رفع هذه الكرفانات بحجة انه راح تطب بضاعة من قطر، او بحجة انه هذه البضاعة شو اسمه راح تروح لداعش ضد الحشيد وكذا. من هاي الامور اللي كانت تنطرح، بس هي شنو؟ هي باب من ابواب انه السيطرة على هذا المكان حتى انا شنو احط لي محط اقدر من خلاله اشتغل. طيب شيخ احمد، عندك معلومات عدا الفصائل المسلحة من المستفيد أيضا من هاي الأربعين بالمئة اللي قالها أستاذ مازن؟ والله تعرف أستاذ فلاح، إحنا بالنسبة للموانئ والمنافذ الحدودية تدخلنا بها مو كلش كبير، يعني باعتبار أنه الحكومة الاتحادية هي المعنية عن متابعة هذا الملف بشكل مباشر. نعم بعض الدوائر الأمنية الموجودة في المحافظة أيضا بتوجيه من وزاراتها وجهات التابعة لها في بغداد تذهب أيضا تحقق مثل الأمن الوطني وغيره، لكن موضوع الفصائل يعني هو يعني
ليس بهذا الحجم أو بهذا التصوير، لأن هناك جهات تدعي أنها تنتمي إلى فصائل، تدعي قد تكون متسلقة، قد تكون مستفيدة، تحاول أن تستفيد من بعض العناوين أو ما شابه ذلك. لكن إحنا اليوم بالنسبة لهيئة الحشد ما نتعامل مع فصائل، وإنما المفروض نتعامل مع تشكيلات تابعة للهيئة. أما الفصائل فهي كيانات مستقلة وكأحزاب عناوين سياسية أو غيرها، هذا ما لنا علاقة به. إحنا لنا علاقة إذا كان أحزاب أيضا تستفيد بعملية التمويل. شيخ أحمد، بلا شك اكو جهات سياسيه متنفذه تمتلك حتى ارصفه، ويعني هسه بطرق قانونيه تواطئ امور اخرى ما ادري يعني. فاكو يعني لهم مصالح موجوده بالمنافذ والموانئ وكثير من المصالح في البصره، لكن احنا حتى لا يعني فد مره نسويها سوداء على المواطن. هو اكو ان شاء الله يعني اليوم هذا الحراك هو مجرد حديثنا هذا اليوم ويا جنابكم الكريم من خلال قناتكم الموقره وطرح هذه الأمور وتشخيصها. كذلك أيضا اليوم سعي محكمة النزاهة، هيئة النزاهة، بعض الأخوة في البرلمان يسعون في هذا الاتجاه، الحكومة أيضا أحيانا. سؤال ما دام أنت أكو محاولات العلاج وين كانت قليلة ولكنها جيدة. شيخ أحمد، صدق أكو حصل مجلس محافظة 1% من واردات الميناء؟ هذه واحدة من الإشكاليات مع الحكومة الاتحادية. إحنا اليوم بحسب الدستور مجالس المحافظات لها صلاحيات مالية وإدارية واسعة، وفسرت هذه الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بالقرار 25 سنة 2009 الصادر عن المحكمة الاتحادية بأن لمجالس المحافظات حق فرض الرسوم وجبايتها وإنفاقها، وكذلك أيضا قوانين الموازنة لسنة 16 وقانون الموازنة لسنة 17 في المادة 25 ومادة 43 أليف وباء وجيم، وكذلك أيضا في المادة 44 من قانون المحافظات رقم 21 سنة 2008 المعدل، نص على أن من تمويل المحافظة مصادر التمويل هو الرسوم وضرائب المفروضة وفقا لقوانين اتحادية أو محلية. فإذا من حق المحافظات أن تفرض رسوم، وهذا الرسم هو رسم إعمار مفروض في الموانئ يجبى لصالح الحكومة المحلية من أجل تسديد بعض النفقات الضرورية والملحة لدوائر الدولة، وخصوصا في هذه الأيام بعد التقشف وقلة التخصيصات التي تعطى للدوائر، يعني سدت حاجات. لا أدعي هنا أنها يعني تجري بشكل مثالي، لكن أكيد يعني هناك بعض المواطن الملاحظات ومواطن الخلل، وجاي يتم متابعتها الآن بعض الأمور من قبل محكمة النزاهة، ونتأمل إن شاء الله أنه يعني تتعالج هذه الإشكالية، لأن اليوم صارت إشكالية عندنا مع القضاء في هذا المجال. نعم. طيب، أسألك عن واحدة من أسئلة المواطنين. أنا بس قبل أسأل بس أذكر الشيخ بأنه هناك لجنتين في مجلس محافظة البصرة هن المعنيات بهذا الملف، اللي هي لجنة المنافذ الحدودية ولجنة النزاهة والرقابة المالية. أكيد إذا كانت هاي اللجنتين أو الثلاث لجان فاعلة في عملها راح تكون عندها تقارير كاملة عن هذا الموضوع. طبعا أنا عندي عدة زيارات مع السيد رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة البصرة، وإحنا مطلعين على عن كثب عن كل هذه المشاكل، وعندنا تقارير خاصة عنها ورافعيها، ومنريد نسولف ما نخشى من أحد، لأنه إحنا مقتنعين بهذا الموضوع قناعة تامة وتقاريرنا موجودة ومرفوعة. بس أنا أقول اللجان الأخرى في مجلس المحافظة، وخاصة أنه كل لجنة بها 7 أو 9، شنو دورها؟ دورها هو أظهر هذه الحقائق، حتى إحنا مو مجرد أنه بس فقط إحنا قعدنا بهذه الجلسة وسولفنا بهذا الحكي وراح يخافون من عندنا وراح بعد ما يشتغلون بهذا الموضوع. هذا مو حل إذا ما أكو السلطة داخل البصرة فعلا تحاسب وتراقب وتحكم وتحقق، ما راح يصير حل لهذه الملفات الساخنة الموجودة داخل المحافظة. إحنا مو قصدنا اليوم إحنا من نريد نحكي بهذا الموضوع أريد نشهر ولا أريد نعرف قدام الناس، لا، أكو أمور ملموسة. يعني أنا أتمنى من الأخوة الكادر الموجود بداخل المحافظة سعد قصي الأخوة الآخرين أن يروحون يزودونكم بتقارير كاملة حول هذه الأمور، ولو ما مقصر الرجال. أنا حقيقة تابعنا ملف البصرة، يمكن من أكثر القنوات اللي تابعت ملف البصرة باعتبار أنه
هي الميناء ويسموها ثغر العراق الباسم وهي العاصمة الاقتصادية، لكن حقيقة في بحثنا كله ما لقينا ثغرا باسما ولا لقينا عاصمة اقتصادية. شيخ أحمد بقت عدة 3 دقائق، أريد أسألك شنو مشكلة المي الصالح للشرب؟ ليش ما يصير بالبصرة؟ صار 14 سنة والبصرة شقد ميزانيات دخلت عليها، ما معقولة مي صالح للشرب ماكو. نعم طبعا هذه إشكالية للأسف قليلين يعرفون بها، مو المجلس السابق، المجلس اللي قبله كان يعني يبحث في موضوع مشروع ماء البصرة الكبير اللي يفترض أن ينفذ عن طريق القرض الياباني، وهذا المشروع كلفته إجمالية 850 مليون دولار. زين. ومع الأسف يعني بقينا إحنا لا نقدر ننفذ مشاريع من فلوسنا ومن الأموال اللي تجي للمحافظة بالدورة السابقة، بحجة أن الدراسات قائمة والوزارة هي التابع هذا الموضوع، وزارة البلديات والأشغال. وبعد ما أحيل هذا المشروع بالفعل لحد هذا اليوم هذا المشروع لم ينتهي، فلا إحنا قدرنا نوظف بعض أموالنا في حل ومعالجة هذا الموضوع، ولا أيضا هو هذا المشروع أساسا منتهي. في نهاية الدورة يعني أو في بداية هذه الدورة خصصنا، قلنا بعد ما نقدر احنا نروح بهذا الاتجاه، خلينا نخصص مشروع اللي هو 3000 ميجا واط وعرضيا ينتج 1,000,000 متر مكعب من الماء. طبعا 1,000,000 متر مكعب من الماء بالكاد تكفي مركز المحافظة فقط لليوم الواحد. زين. فهذا يعني مع الأسف بسبب التقشف أيضا ما صار، وردنا نعالج يعني بعلاجات أخرى. اليوم ما عاد لدى الحكومة المحلية، صار يعني عدة سنوات ما عاد لديها إمكانيات، وظلينا على مشروع القرض الياباني. الآن دخلت الباي ووتر على الخط، ونتأمل فعلا بعد ما أحيل المشروع، الآن يقال أنه أحيل المشروع من قبل الحكومة الاتحادية عن طريق قرض البريطاني، أنه يصير أكو إجراءات. وإن تحدث البعض البارحة يقولون أصلا شركة باي ووتر هي شركة مو ذيك الشركة القادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع، ولكن احنا نطالب الحكومة الاتحادية فعلا أن تتأكد من هذا الموضوع حتى لا نقع ضحية أيضا ونضيع الوقت سنة وسنتين وبعدين يتلكع المشروع ويتوقف والناس هي الضحية في هذا المجال. أستاذ مازن، ما بقي من الوقت لك إذا كنت تريد أن تقول شيئا، لأن حقيقة البصرة مترامية المشاكل. أنا يعني أنا الذي أتمناه من الأخوة في أعضاء مجلس المحافظة أن يكون لديهم إيثار كبير في كل شيء والتعاضد والتلاحم من أجل اختيار محافظ للبصرة يتمتع بشخصية قوية، تكنوقراط، لازم حزب قوي وراه نزيه قادر على اتخاذ القرار، ويكون كل أعضاء مجلس المحافظة هم سند إليه. شكرا لك أستاذ مازن، وشكرا لك شيخ أحمد الصليطي، وأنتم أيضا أعزائنا المشاهدين وأعزائنا أهالي البصرة، نتمنى أن يتحقق لكم كل ما تتمنونه وتنعمون بماء صالح للشرب وموانئ عامرة بالبواخر وبأيدي أمينة نظيفة تدير هذه أمور هذه المحافظة، وأن تكون عاصمة اقتصادية حقيقية. أشكركم، لا تنسوا البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة نهرين @الحرودوتكم، وأنا فلاح الذهبي أحييكم على أمل اللقاء بكم مجددا. إلى اللقاء.